هذا الشيء ما كيقولش اننا غادي نحبسوا لي فيديو. حنا مورا هذا الشيء تسد اليوتيوب نشوفوا الفيسبوك، تسد الفيسبوك تشوفوا بلاصه اخرى، سدوا علينا البيبان غادي نلونسيو الفيديو وندوزوه في الواتساب. هذا الشيء ما كان. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم درنا واحد الفيديو استثنائي لان بزاف ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي هضرنا على القانون الجديد ديال اليوتيوب، هضرنا على القانون الجديد ديال اليوتيوب، هضرنا على القانون ديال الاطفال الجديد اللي عاد خرج. مرحبا، اليوم غادي نهضروا عليه. قانون جديد ممكن نقولوا انه يقدر يضرب المجهودات ديال بعض الناس عرض الحائط. بحالاش الناس اللي كيديروا لي فيديو اللي كيستهدفوا الاطفال او المراهقين او الدراري الصغار اللي قل من 18 سنه، القنوات ديالهم مهدده بالسقوط. يعني القنوات ديالهم ولاو دابا فين ما بغيتي تلونسي شي فيديو كيقولوا لك واش الفيديو ديالك كيستهدف الاطفال او لا. الا قلتي لا وقربوا ان الفيديو ديالك كيستهدف الاطفال كيتم حذف القناه ديالك، ما كاين لا انذار لا والو، الحذف المباشر. وعلاش داروا هادشي؟ لان قالوا ان الاباء واولياء الاطفال والتلاميذ وكاع الناس اللي في هذه الوقيته راكم عارفين ديال القرايه كيرفعوا دعوة على يوتيوب وعلى المواقع الاجتماعية بصفة عامة. ما كنهضروش على المغاربة ولا العرب، راكم عارفين العرب والمغاربة راه ما مسوقينش داك الشيء، إلا أن الأجانب هما اللي داروا ضجة على هذا الشيء باش يقولوا أن الأطفال ديالهم زعما هاد القنوات ديال يوتيوب راه كيضيعوا الأخلاق ديالهم. راكم عارفين كيشوفوا غير فين يمسحوا، لأن إلا كنتي كتراقب الطفل ديالك عوض أنك تعطيه التليفون باش تسكتوا، الا كنتي كتراقب واش كيتفرج وفاش كيتفرج واش كيشوف واش كيتابع، راه انت بامكانك ان تحدد ليه الحوايج اللي غادي يتفرج فيها. هذه من جهه. من جهه اخرى اصحاب القنوات ولا يمكن لي نقول لهم اصحاب المحتوى يردوا بالهم بزاف، لان عوض يوتيوب ما يقولك انك خصك تنهي الناس، خصك دير واحد المحتوى اللي محترم. ولاو كيقولوا انك باش تتفادى الروبو اللي كيدور على القنوات اللي كيستهدفوا الاطفال خص بعض الالفاظ اللي كتلقاها تكون يمكن لي نقول ربما نابيه باش تبين زعما للروبو انك كتستهدف الناس البالغين الناس الكبار. هذا الشيء اللي كيضرب عرض الحائط كما قلت المجهودات ديال اصحاب اليوتيوب اللي محترمين وكيديروا محتوى يستفد منه الواحد. خلينا من روتيني اليومي ومن داك التخربيق الاخر، هذاك ما غاديش يوقع لهم والو. هذا الشيء ما يخليكش انك تحط يديك، بقى استمر خدم، دير لي فيديو ديالك مونتي مزيان، حاول الصوت انه يكون بجوده عاليه، حاول الصوره انها تكون بجوده عاليه، وان شاء الله راه الله ما غاديش يخيبك. ورساله لصحاب القنوات ان داك الشيء ديال الدعم وداك الشيء ديال اشترك عندي نشترك عندك داك الشيء ما خدامش، حاول دمر عول على راسك، حاول انك تحط شي حاجه الناس يقلبوا عليها، الناس يبغيوها، الناس يبحثوا عليها. حاول تقلب على الحاجه اللي الناس كيتسناوها فارغ الصبر باش يشوفوها. هذه هي اقصى طريق باش غادي توصل. وان شاء الله اللي دار شي مجهود راه الله ما غاديش يخيبه. وكنتمنوا التوفيق للمغاربه بصفه عامه، للمسلمين بصفه عامه، لاي واحد بدل شي مجهود. وللاسف هذوك الناس اللي خص يوتيوب يفرض عليهم انهم بدا يديروا شي حاجه شي محتوى اللي يفيد الناس، ولاو هما خلاوهم وجاو الناس اللي كيديروا مواضيع اللي كتفيد الناس ولا محترمه كيقولوا ان ممكن الاطفال يتابعوك. يعني عندك دابا جوج ديال الطرق، اما كدير محتوى نيت قاصح ديال الناس الكبار ما كيتبعوش الصغار وممنوع عليهم، وفي ذاك الطريق كيقول يوتيوب انه ما تخاف الوالو، ولا دير محتوى ديال الاطفال اللي ممنوع منعا كليا ولاو بغاو يبعدوا الاطفال على اليوتيوب. كنقول انا ماشي هذه هي الطريقه باش تراقبوا الاطفال ديالكم، ماشي هي هذه. مثلا عوض ما غادي تسد مكان اللي كيضيع الاطفال، يكفي انك تربي الاطفال ديالك باش ما يمشيوش لذاك المكان، يكفي انك تقول لهم ان ديك البلاصه خايبه ما تمشيوش ليها، يكفي انك تقول لهم هذا الشيء خايب ما تفرجوش فيه، يكفي انك تقول لهم ولا جينا نشوفوا ان هذا الشيء بدا من الفيسبوك، لان مارك ترفعت ضده دعوه على اساس ان البيانات ديال الناس كيخرجهم ولا هو رد عليهم قال لهم ان البيانات زعما راه ما كيتعطاوش للحكومات او الدول كما عرفنا.
هذا الشيء وصل اليوتيوب. يوتيوب كيقولوا ان الاطفال اللي كيستعملوا اليوتيوب خص دار لهم يوتيوب خاص بهم، راه دار مؤخرا، الا ان داك الشيء ما كافيش. قالوا ان في 2020 تسد اي قناه قالت انها ما كتعرضش محتوى ديال الاطفال، ودخل ودار الروبو زعما ولقى انها كتعرض محتوى ديال الاطفال. يعني غادي نوصلوا لواحد النتيجه، هي انك ما ديرش يوتيوب مدخل الرزق ديالك 100%. الا بغيت دير يوتيوب ديرو مدخل ديال الرزق، وليني ما تعولش عليه. 2020 خرج قانون، 2021 خرج قانون قاصح من هذا وعولوا عليه. نصيحه من عندي صحاب يوتيوب، ان يحاولوا يديروا مشاريع ملموسه، حاول تخرج من يوتيوب الفلوس ودير مشاريع ملموسه اللي تبقى على واخا حتى شي حاجه ما دايمه. راه الله سبحانه وتعالى الا بغى يدوم شي حاجه راه كيدومها، بغى يقطع راه من غدا غادي تقطع. الا ان يوتيوب بهذه القوانين الجائره اللي كتخرج يوميا، اللي كتخرج كل عام، اللي كتخرج كل شهر، كل شهر كيزيدوا شي حاجه، كل عام كيزيدوا شي حاجه، كيخليك انك ما تعولش، لان غدا بعد غدا يقولوا لك المحتوى ديالك راه ما خدامش، حيدو. لان المستشهرين هما اللي كيضغطوا على 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 يوتيوب، اصحاب الاشهارات هما اللي كيخلصوا اصحاب المحتوى. كنتمنى ان اصحاب اليوتيوب يلقاو البديل قبل ما يتسد عليهم الباب، قبل ما يتسد الباب نلقاو باب اخر. الحمد لله احنا في الحياه اليوميه ديالنا ما معوليش على يوتيوب 100%، عندنا مصادر رزق اخرى. الا اننا كنقولوا على الناس اللي معولين، الناس اللي جالسين، بحال نعطيكم مثال، بحال مول الكاسكيطه ملي خرج راه جا جالس مورا البيسي، راكم شفتوا راه ما كيخرجش تما، هذاك هو والبلاصه فين كيترزق. حنا ما ضد حتى شي واحد، ما كرهناش ان يوتيوب يخلص المغاربه كاملين والبطاله ما تبقاش وشحال من حاجه. المهم هذا هو القانون، وكنتمنى ان في لي كومونتير الا كاين شي سؤال ولا شي حاجه نجاوبوا عليه. اصحاب المحتوى حاولوا انكم ما ديروش شي محتوى ديال الاطفال، حاولوا انكم الا درتوا محتوى ديال الاطفال ملي كتلونسيوه كيقول لك واش هذا المحتوى ديال الاطفال، قولوا نعم ديال الاطفال، لان الروبو الى لقى العكس باي باي القناه، مشات القناه. والقناه كاين اللي عيا فيها عام، كاين اللي ضرب فيها عامين، كاين اللي ضرب فيها 3 سنين، كاين اللي صعيب انها تمشي ليه. الا اننا انا غادي نهضر على راسي، التجربه اللي دوزت انا فاش مشات ليا ثلاثه، التجربه اللي دوزت فاش مشاو ليا ثلاثه القنوات، خلوني انني ما نربيش الكبده على حتى شي قناه، ما نربيش الكبده على حتى شي حاجه. المهم كنشكركم بزاف، وما تنساوش تابوناو هذا الفيديو باش التواصل، لان الغياب كان طويل لظروف خاصه. حنا هذا الشيء درناه في الاول كهوايه، ما بديناش باش نترزقوا به ولا باش نجبدوا به الفلوس، الا ان اي خدمه، اي واحد كيخدم شي حاجه راه خصو يتجازى عليها. كتحاول انك ترد شي حاجه من هذا الشيء. المعدات حنا كنحاولوا نوفروا المعدات، البرنامج ديال المواجهه راه مستمر، حنا كنستعدوا للحلقه الثانيه اللي تكون اكثر حده واكثر تشويق، اللي غادي تبين لكم بزاف ديال الحوايج، لا هنا في الريش لا في جهه الدرعه سافلات، لا بزاف ديال الحوايج غادي نكشفوا بعض الخبايا اللي ما عارفينهاش الناس، لا في السياسه، لا في كره القدم، لا في المجتمع ديالنا بصفه عامه. غادي تحدثوا على فريق من الرشيديه اللي باع الوهم، اللي كلشي كيعقل على الفضيحه اللي كانت بينه وبين افران، بينه وبين مريرت، اللي حركات عرش الجامعه ومشاو الناس يشهدوا بالحقائق مزيفه اللي وقعت في ذاك الحين. المهم ما نحرقوش المفاجاه، الحلقه الجايه ان شاء الله وغادي تشوفوا كلشي. ما تنساوش تابوناو. السلام عليكم.